دكتور، من موضوع الظهر رح ننتقل هلا لموضوع المفاصل. كمان بنعرف كلنا آلام المفاصل، الروماتيزم، كمان تنضوي على هالأمراض والعلاجات، كمان إذا بتكون جراحية أو كمان بنكون بغنى عن الجراحة ببعض الحالات. هلأ مثل أي شيء بجسمنا، نظرنا، جلدنا، كل شيء بيكبر، ووقتها كل ما نكبر نحن ومفاصلنا تكبر، كل ما بتصير تنشف أكثر وبيخلص الزيت فيها، الليكيد سينوفيال هو اللي بيعطينا هالحركة والليونة. فكل ما نبلش هون نبلش بنسميها خشونة المفاصل، ببلشوا ينشفوا شوي المفاصل، وشوي شوي ممكن يصيروا يعملوا لنا أوجاع، وممكن مع الأوجاع تصير عنا قلة حركة، وهيدي اكثر شيء اللي بيشكي منها الاشخاص، انه قله نعم. الحركه والاوجاع. فممكن بعض الامراض تساعدها، مثل وقتها بنحكي نحن، قلت ذكرت الروماتيزم، وفي عده انواع هون الروماتيزم. ممكن يكون الاسيد اوريك يرتفع، الملوحات بيعملوا كمان مفاصل بينشفوا اسرع، اذا كان وزني ثقيل انا كثير بنشف مفاصلي اكثر، اذا كان في عندي حادث مكسر كمان ممكن يتنشفوا المفاصل اكثر. واكيد اللي بيشتغلوا مقرفصين كل الوقت وركابهم مطعوجين هول كمان بيعوروا ركابهم، واللي بيلعبوا باسكت وتنس وهالاشياء بيعوروا كتفهم. يعني مشان هيك بنشوف اوقات في اشخاص كبار بالعمر بعد الحركه عندهم كثير منيحه ونشيطين وقادرين يتنقلوا بسهوله، وفي اشخاص ولو ما كان كثير متقدم العمر عندهم مشيتهم ثقيله كمان بيكونوا هيك تقال وحركتهم ثقيله، وحتى اذا قعدوا وقت طويل بدهم وقت ليرجعوا يقوموا ويمشوا، بتحس انه جسمهم مجنزر. مزبوط، كما بيقولوا هي كله له علاقه بطريقه العيش قبل وكيف اذا بيمارسوا رياضه او لا. برافو، اكيد هيدي لها كثير دور. وما ننسى بس في عامل وراثي تقريبا ب 30% موجود، انه نوعيه الكولاجين اللي عندنا اياه. طلعوا ناس بتلاقي وحده عمرها 60 سنه جلدتها بعدها كيف مقبوله، بدون ما نحكوا انه شو عملت هي، او ممكن بتلاقي وحده ثانيه عمرها 50 سنه بتلاقيها جلدتها كبيره كثير. فكمان نوعيه الكولاجين وقد ايه في عنا إلاستين في بيشد على حاله. طيب، نفس الشيء المفاصل بيزيد. بدي بس قبل ما يخلص الوقت ضوي على موضوع كثير كثير مهم. يعني اوقات كل مرحله او كل بدايه مدارس او كل هيك بتطلع الصرخه انه وزن الشنط بالمدارس مش مقبول، وببلشوا يشتغلوا وسائل التواصل الاجتماعي وبينزلوا صور وعملوا معروف وخففوا. بليز دكتور، قديش لازم تكون وزن الشنطه مقارنه مع وزن الولد؟ شو العمليه الحسابيه وشو بتقول لادارات المدارس هلا؟ حقيقه حسابيا كثير هينه، نحن مسموح للشخص يحمل 10% من وزنه. يعني اذا الولد عمره 13 وزنه 13 كيلو ما لازم يحمل اكثر من كيلو ونص على الشنطة على ظهره. الشنطة لحالة وزنها كيلو ونص. فهيدي وهيدي نحن كثير ضوينا فيها، وخصوصا الشنط اللي بيكونوا على جنب بيصير عندهم التواء على ميلة أكثر، بحطوها على الكتف، وهيدي عم بتأثر كثير. وطلبنا كثير من إدارات المدارس، وحتى عملنا كشف مجاني نحن لنشوف الطلاب المدارس إنه شو عم بيصير عندهم التواءات، ولاحظنا إنه كثير عم بيكون كثير كبير، وخصوصا إنه ما عم بيعملوا المدارس كشف للطلاب، عم بينأذوا أولادنا بشكل كثير كبير، والمدارس ما عم بتكون عندها رد لهالامور. طيب ضروري الاهل يعملوا كشف لوضع اولادهم؟ طبيعي يعملوا، بس مش هيدا الحل. اكيد مش هيدا الحل، بس اذا لا سمح الله في شيء يكونوا عم بيلحقوه من الاول. طبيعي يعني هيدا الكشف السنوي اجباري، المدرسه لازم تعمل كشف سنوي لنقدر نحن نشوف الوضع ونتابعه ونصلحه. يمكن هيك هلا في حل بنلاقي الشنات اللي بيتكرجوا، لانه نوعا ما يمكن بيخلص. لا بس كمان مش منيح، لانه بعرف انه بدهم يشقلوها الشنطه. لا، لانه بصير في عندهم من ميله وحده عم بيستعملوا الشنطه اللي هي مثلا لنقول الايد اليمين. مزبوط. كمان هيدا الالتواء بالايد هن وعم بيجروا كمان ما منيح، ممكن لانه امرار كمان اذا تقيل كثير كمان الاوتار تبع الايدين ممكن تتملع عند الاولاد. هلا الشنطه المدرسيه حلها انه يتخفف الوزن اللي فيها، الكتب ما نعود ناخذها. يعني بالتالي يتخفف الدرس بعد الظهر بالمدارس؟ ابدا لا، بس بدها توصل معك هيدا الشيء جوال. لا لا لانه شغله طبيعي. هلا اذا بدنا نفوت نحن على البرامج المدارس الاوروبيه اللي نجحت وطلعت الاولى بالعالم،
هي كانوا انه نحن ما مندرس بعد الظهر، لا بالعكس الدرس خلص هو متعة للشخص، بس تجميع مش معلومات منه متعة دكتور صدقني. صار عنا نحن صار عذاب للأهل وصار عذاب للتلاميذ. نحن عم نقاسس تلاميذنا بشكل كتير كبير بكل مدارس أوروبا. إذا بدك تشوفي عندهم أول ساعتين بالنهار هي رياضة، حس صح. الرياضة هي أهم شيء، أهم من المات بالنسبة لهم، أهم من السيانس اللي بياخذوها ومن العربي والفرنسي والأنجلي. فهذا شيء أساسي. بعد الظهر لازم يكون لحتى يعمل التلاميذ الرياضة أو هواياتهم المفضلة، إن كانت يعملوا بحب فوتبول، باسكت، جمباز، جيمناستكس، شو ما بحبوا يعملوا، هيدول أشياء لازم يعملها أساسي. بعد الظهر وبعد قبل الظهر هي اللي بده ياخد حصة الرياضة كتير طويلة، وهول المدارس أثبتوا أنهن أهم شيء بالعالم. فلازم نركز على هالأمور هيدي. أوكي. نحن نتشكرك دكتور فادي زين العابدين، اختصاصي بجراحة العظم والمفاصل والعمود الفقري. سلامة كل الناس اللي بيعانوا من أوجاع الظهر بالنهاية عن جد، لأنه يمكن وجع صعب، العلاج هو الحل، الوقاية كمان هي بتكون يمكن أهم طبيعي. بتسبق علينا كتير أشياء لبعدين. طبيعي. يعطيكم العافية وارتبوا على كراسيكم وخليكم على سبور. سمعتوا؟ صحيح لازم نعمل سبور، بس اليوم ما في سبور بحلقتنا. بكرة حلقة جديدة على 7:30. باي, باي.